الى اخبارنا الاقتصادية حيث شهد سعر صرف الدولار تراجعا كبيرا خلال تعاملات امس واليوم حيث فقد الدولار حوالي 1% من قيمته امام الجنيه المصري خلال اليومين ليكسر السعر حاجز 49 ويسجل حوالي 48 و90 قرشا بنهاية تعاملات اليوم. كان سعر صرف الجنيه امام الدولار قد شهد ارتفاعا في تعاملات الاسبوع ليصل الى 49 جنيها و55 قرشاً للدولار على خلفية التطورات الاقتصادية العالمية الخاصة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية والتي أظهرت احتمالية اتجاه الاقتصاد نحو الركود بالإضافة إلى التصعيد المحتمل بالشرق الأوسط